الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارحمنا بمحبتهم. نهار جينا نقرا نستعرض الدورة اشتغل النقاط نقاط المليح إن شاء الله. ابن شيكان حضر السيد الرئيس المحترم السيد القيد المحترم وأعضاء المجلس ونشكره بزاف الأعضاء السعدون بلا معارضة بلا انحشاد هي من غير بلا شكا كوا مليح المجلس النور كوا مليح الجماعات نفاح الزايسة الطاس وإن شاء الله التالي إن شاء الله نسيفي غزال الحالة وإن شاء الله ومن غير نشكر الرئيس نشكر الأعضاء نشكر نخدم المالية إن شاء الله ونشكر الموقع النار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نحيي السيد الرئيس والسيد الأعضاء المحترمين الذين شاركوا في الدورة، وكانت الدورة مهمة وأمرت بخير وعلى خير، أمرت يعني بتصويت بإجماع على جميع النقاط. النقاط كانت تصب في المصلحة العامة، يعني في إيجاد يعني فولكس فاجن والرافعة تهم الساكنة في قضاء حوائجها لمصلحتها الاجتماعية والثقافية. يعني ورسالة القول للمجلس يسير سيرا عاديا وفيه الانسجام وفيه توافق على ما يهم مصلحة الساكنة، ونتمنى من الله تعالى أن يكون الخير على يد هذا المجلس المبارك، المجلس يعني فيه الخير إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا.